وللوقوف أكثر على تطورات المشهد اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي اليمني محمد بلفخر. أهلا بك معنا أستاذ محمد. الله أسعد الله مساءكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك، مساء الأنوار سيد محمد. يعني بعد مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي دعت الأطراف اليمنية للانخراط بمشاورات الرياض نهاية هذا الشهر. بداية، كيف ترى الجهود العربية والإسلامية لإنهاء الأزمة في اليمن؟ لا شك أن أي جهد يبذل وأي دعوة من أجل إحلال السلام ينبغي على كل الأطراف اليمنية أن تلبيها للخروج من أزمات وصلنا إليها. نحن الآن سندخل في العام الثامن، يعني أو فهذه مأساة حقيقة يتعرض لها الوطن بأكمله، تحتاج فعلا لوقفة جادة من دول الجوار وعلى رأس المملكة العربية السعودية، وهي أن تكون الدعوة إلى الرياض. هذا شيء سيرحب به كل اليمنيين أو معظم اليمنيين على أقل تقدير، يعني وإن كنا قد سمعنا دعوات الرفض من ميليشيات الحوثية كالعادة دائما تقوض جهود السلام ولا تجنح للسلم. يعني طيب، فبالتالي أيما دعوة فيها خير للبلد بأكمله نحن نرحب بها، وكل مواطن يمني دائما ينشد السلام لتخرج البلد من هذه الأزمة القاتلة والخانقة حديثا. طيب سيد محمد، باعتقادك ما هو الجديد الذي من الممكن أن تقدمه هذه المشاورات؟ والله الجديد حديثا أنه لا جاء توقيتها بعد هذه الفترة الطويلة، وربما أنه حتى تكون الجديدة يعني لابد انتقاء المشاركين في بنوع الكيف وليس الكم. يعني هناك كما قيل حوالي 500 شخصية ستشارك، لكن أيضا يفترض أن تكون القوى الفاعلة في المجتمع اليمني قوى سياسية ذات بعد متجذرة في المجتمع ولها ثقلها داخل المجتمع وليس الأرقام وكثرتها. عندما تكون مثل هذا القوى ويتم الانتقاء الفعلي بعد ذلك قطعا ستخرج النتائج إيجابية. أما الأعداد الكم المكونات ما أكثرها والأحزاب ما أكثرها، وفي النهاية طبعا الكثير منها يتسلق على 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 مكتسبات الآخرين وعلى الواقع الآخرين وليظهر وكأنه موجود في الساحة، سواء مكونات محددة أو أحزاب. يعني فينبغي على أصحاب الدعوة حقيقة أن ينتبهوا لمثل هذه القضية، لأننا رأينا في كثير من المؤتمرات يحدث مثل هذا الأمر، ولهذا وجب التنبيه حتى تكون هذه الدعوة فعلا دعوة جديدة وبمفهوم جديد ولواقع ولأمل جديد آخر سينهي الأزمة من جذورها. يعني طيب، ممثلو ميليشيا الحوثي باعتقادك هل يعني يملكون قرارهم، خاصة في يعني فيما يتعلق بالانخراط أو رفض لربما الدخول في مثل هذه المشاورات، هل يملكون القرار الفعلي الذي من الممكن تنفيذه على الأرض؟ للأسف الشديد الميليشيات الحوثية هي مصنوعة إيرانيا طبعا، وهي تنفذ الأجندة الإيرانية بحذافيرها منذ اللحظة الأولى لوصولها أو انقلابها في 21 سبتمبر 2014. وبالتالي أيما قرار، ونحن نعرف يعني قبل كذا إيرلو كان هو الحاكم الفعلي في داخل صنعاء وهو الموجه لهذه الميليشيات، وبالتالي قرارهم ليس بيدهم. وإن حاولوا يظهرون بعبارات والشعارات الرنانة لخداع بعض المخدوعين بهم بأنهم من يدافع عن البلد، كيف يدافعون عن البلد وهم من أوقعوا البلد في مثل في هذه الأزمات. وهناك طبعا سواء إيران أو غير إيران من أوصلتهم إلى إلى طيب إلى بما أن نعم بما أن الحوثيين يعني لربما ما هم إلا ذراع إيران في المنطقة وخاصة في اليمن، تجميد الملف النووي الإيراني كيف سينعكس على مثل هذه المباحثات؟ والله حقيقة يعني دائما قضية إيران والملف النووي وإشكاليات دائما ما يلقي ظلاله على الأزمات في المنطقة بأكملها.
نرى يعني عندما تهدأ العلاقة بين إيران وأمريكا نرى هناك انفراجات تنعكس أيضا يحدث هذا. فلو أن يعني فعلا مثل هذه القضايا لو أننا يعني واقعنا يخرج عن هذا الإطار وهناك من يبادر بحلول بعيدا عن أجندات الآخرين، يعني فلتكن إيران بمشاكلها مع العالم يعني فلتذهب بها كما تشاء، لكن لا تلقي بظلالها علينا. متى سنكون عندما نحن نكون نتعامل مع إيران بندية كاملة ومع المجتمع الآخر أيضا بندية ونملك قرارنا؟ بالتالي سيصبح تجمد الملف النووي أو الطلب يبقى في بعد ذلك أحرار. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف الكاتب السياسي اليمني محمد بلفخر، شكرا جزيلا لك.